السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. اليوم حبيت أرجع مرة ثانية وأصور لكم. اليوم هالأيام ذاب هنا على المقابر، لأن جيت لصديقي، أنا صديقي جينا مدينته القديمة، يعني هو شال للعاصمة، وكان هو مدينة بالجنوب وشال للعاصمة، وصار له فترة ما جاي. جينا هنا للمدينة القديمة، فزرنا صديقه توماس، الفيديو اللي قبل نشرته وعائلته، واليوم هاي كنيسة ثانية ومقبرة ثانية راح نزور بيها أم خطية الله يرحمها. راح نزور أمه بيها هنا هاي المقبرة، وأكو مقبرة ثانية أبو بيها. اليوم راح نزور قبر أمه. هاي الكنيسة كلش قديمة، تأسست عام 1742 1742، يعني ايش قد صار لها ما اعرف. وهسه انا مشتري لها احنا ورد. هاي هنا هم هاي طبيعتهم، يحطون ورد يم القبر مال الميت من يزوره. الكلام ما اعرف ما يتكلمون اعتقد، بس انا راح اقرا سورة الفاتحة وحط لها مسلمين، حتى لو مو مسلمين انا اقرا سورة الفاتحة على الاموات مهما كانوا. وسبق وقلت اذا مو اخواننا بالدين نظرائنا في الخلق. وهسه قبل شوية شرح لي عن هذا الباب، الباب يقول هاي قبل يعني قبل هواي من السنين كانت الكنيسة كل احد يجب شرط لازم تجي تسمع خطبة القسيس القداس، والما يجي تنتقد الناس، يعني أهل جيرانه تنتقده إلا المريض. يقول هذا الباب كان هسه ملغي، كان بس للنساء، فهسه صار يقول هسه صارت أنت حر، تريد تجي تريد لا، والنساء والرجال يدخلون من نفس الباب، لأن صار أعداد قليلة مو مثل قبل كانوا هواي، والمسيحيين ملتزمين. المسيح هنا نشوف شلون خلين باب للنساء وباب للرجال، لأن قبل تجي زحمة من الناس يعني كثرة، فما يريدون يصير مدافع أو شيء بين النساء. المسيحيين ملتزمين شبه قريبين من الإسلام كلش، تقاليدهم وشغلات يعني عندهم. فهسه ما صارت اعداد قليله، ما كنت ادافع او شيء نسوان ورجال، لغوا هذا الباب وخلوهم يدخلون من نفس الباب. وعندهم هذا الكاس، مثل الكلاس جاي يخلون بيه ماي، ومن جوا منبل بلاستيك، وحتى يخلون ينشخوه بالارض، يعني مثل ما تقول يدخلوه بالارض ونحط بيه الازهار حتى ما تذبل، تبقى الاطول فتره ممكن. هسه احنا رايحين للقبر والدته الله يرحمها. فقام لدي كيغي تقريبا عمرها 100 سنة، 900 سنة، عفوا 900 سنة. وايد المهم يعمل في سكال بسو هنا في انستغرام. يعني قلوبهم باردة، وهو فعلا بكى قبل شوية السيارة، بس هسه قال لي لازم نزور امك احنا بالبداية، قال لي لا لازم نشوف هذا الاثار القديمة ونتكلم عنها. Huske, jeg snakker om danske unge danske mænd på Rømø, som dør for Tyskland. Ja, ja. Det er krig. Den her også her i byen. Den er de døde her. Det her død, også er døde mennesker. Ja, danske drenge, danske mænd. Ja, ja, jeg forstår, ja. Ja. Men de skal arbejde for Tyskland. Ja. Og dør. Og hvor lige nu han sover her eller i Tyskland? Nej, det er kun en sten. Det er kun en måske, okay. Man ikke finde dem. Måske okay. Er de væk. Okay. مثل ما البارحة أو صورنا فيديو، ممكن هذا الفيديو ما نشره اليوم، يعني الفيديو القبل عن الكنيسة والمقبرة، وتكلمنا بذاك الفيديو عن شباب احتلتهم مدينة دنماركية، احتلتها ألمانيا وخذتها لحد الآن، وصارت من ضمنهم، والدنمارك يعني مشهود لها بهاي الأشياء، حتى السويد ماخذة منهم أراضي من ضمنها مالمو.
وهذول الشباب اللي ميتين هاي مثل مخلينها إلهم قايبلك هاي اللي خلو يعني مثل ما تقول رمز تذكاري، هم راحوا ما حاربوا ويا الألمان ضد الدنمارك، وخذتهم الألمانيا حاربوا فرنسا وماتوا هناك، وهذا مجرد نصب تذكاري لأن هم انفقدوا وراحوا ما موجودين ما لهم قبور. فدنمارك تحبهم يقولون هذول وفوا وما حاربونا رغم ما أخذتهم ألمانيا، هم يعني صاروا ألمانيين وما أجوا رفضوا الحرب ضد الدنمارك، قالوا نموت ولا ندخل الحرب ضد الدنمارك، تقدرون تستخدمونا مع دول أخرى للحروب، وراحوا ماتوا بغير دول وانفقدوا، وهاي رمز تذكاري وفاء من الدنمارك لهم. وسي فالن دي بتصير دوده ودن ستور كري حرب يا ستور أخبر ستور كبير حرب كبيرة 1918 14 تل يا دي حرب يا حرب كري 4 يا store store problemer. England og Tyskland, Holland, Frankrig. Øjeblik. Ja. الحرب هاي قامت 4 سنين من تاريخ 1914 الى انتهت 1918، يقول صارت حرب طاحنة كبيرة بين ألمانيا والدنمارك وهولندا وفرنسا او هولندا يا سيا هولندا يا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، وأربع سنين دامت يقولوا أخذت ما أخذت من الناس. يقولوا كواي ناس بالحروب راحت دنماركيين ماتوا بألمانيا وانفقدوا، فيسوونهم بكل اغلب الكنائس مثل بهاي المدينه شباب منهم رايحين يسوون لهم بالكنيسه تذكار رمز باي مدينه راحوا منها شباب يخلوا لهم رمز بكل كنيسه، هم ما موجودين بس يخلوا لهم رمز تذكار حتى الناس تجي هم تخلي الوريد وتزورهم، يعني هيك مجرد رمز تذكاري، هم ما موجودين ما لهم رفات هنا مدفونه. هسا رايحين نروح على قبر والدته الله يرحمها. فهذا عند المو سألتها قلت ليش اسمها امك؟ امه اسمها قادة. ندور على قبرها ممكن كان يعني هون بغنت هم حارقينها الله يرحمها، يعني وهاي القبور مال المحروقين، المحروق قبره هيك قبل شوية هسه كنا نمشي يمهم ذولاك ناس مدفونين مثل دفن يعني بالارض، بس اللي يحترق هذا قبره هيك الحرق، يعني الرماد مالته نص بالبحر نص بالحديقه ببيت اهله، ونص اكيدهم يخلون بشيشه شويه بالبيت يعني حتى تبقى يقول لك ويا انا روحه، واكو ويدفنون من عده بالمقبره الباقي كده كده هون نادين من ما هم كنت ياس انت هنسي دو كي نعم هنس كوبيا يا لقينا هذا القبر قريب على اسمه، ما انا شكيت بها امه قال لها هذا رجال انا اعرفه ميت لان هي مدينته القديمه يعني اعرفه هو. شوف هاي الازهار اللي قلت لكم عليها مثل مثلث يتشكى بالقاع ويخلي بيه الورد ويحط بيه ماي، هذا الورد يبقى اطول فتره ممكنه. يمكن يا اسم تكون بالليل هان او سمعن مدينة ديمة دوكينا هنا يمكن هنا هو يعرف هاي المرأة بيغيت هنشلي اسمها بيغيت هنشلي انولدت 13/12/1928 وماتت 9/10/2016 اعمارهم هنا كلش طويله. بيتر
هذا اسمه بيتر، انا جذبني الاسم بيتر، بيتر بيترسون اللقب مالته. بس هذا ليش يعني بيتر وبنته. بيتر انولد 19/7/1921 ومات 29/5/1989، وبنته انولدت 16/2/1929 وتوفى 26/11/2018. فين دادو دنمو؟ يقول قبر امي ما لقيته. وفو؟ يقول يمكن اختي جايه وناقله قبر والدته، لان هو يعني هم شغلتهم عائلتهم كانت بيناتهم ما متوافقين هو واخته وشي، واخته راحت ما اقدر اتكلم يعني شغلات خصوصيه عنه. بس على كل حال هو واخته ما متفاهمين، ويقول ممكن اختي جايه وناقله القبر مال والدته، لان اختي ساكنه بالمانيا حاليا. Ikke godt. Nej, fordi hun, min søster flyttede min far. Og så flyttede ham? Ja, hun flyttede ham til Fyn. Han var her? Nej, men han var lidt, måske 10 km væk. Jeg går lige til sabbat og kommer til nøgle kvar valdi, og har så, jeg tror, ham nøgle kvar valdi. Hvad er din mor? Gerda. Moskede? Nej. Kom. Kom, sig, Thorsten. Gjør. Jo, det er rigtigt. Den er her. Asul, du er dygtig. Den er her. Hej, lige efter Gabar Mal. Tumma Ani. Og ma man kule. Khatiya. Wallah, hasrat nil bachi. Det er ikke rigtigt. Hvad er det, jeg kalder haje? Mal til varet. Hat biha al varet. Jeg tror, jeg skal finde en kniv. Ja. Jeg skal finde kniv. Ja. Den er meget lang. Okay. Skal du gå... Hvor finder du kniv? I bilen. Skal du gå hurtigt? Ja. Ja. Det var godt, du finder det. Altså. Ja. Jeg er svært at læse. Jeg finder lige kniv. Okay. Det gør jeg, når jeg bare var lidt خطية. راح يجيب سكينة يقص الورد شوية من جوا لأن طويل حتى ما يطير الهواء. تشوفون هاي يحطون الورد هنا أنا وبالماء يبقى فترة طويلة ما يموت. يعني هاي اسمها بنت، هذا واحد اسمه بنت، بن جنسن. هاي على جنسن يعني عشيرة معروفة عندهم هنا أنا قبيلة، وهذا اللقب مالتها بن جنسن. 14/3/1933 انولد، مات 1/1/2016. الله يرحمكم جميعا. خلنا نقرأ سورة الفاتحة على روح المرحومة أم صديقي، ومشمولين الكل بهاي المقبرة وكل الأموات، المؤمنين والمؤمنات والناس اللي الطيبة حتى لو ما كانوا من غير دين، مو من دين الإسلام. نقرأ سورة الفاتحة، أوقف الفيديو وأقرأ سورة الفاتحة أو أكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. أهدي ثواب سورة الفاتحة إلى أشرف النبي وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى من مات على الإيمان وإلى أرواح هذه الموجودين في هذه المقبرة
مهما كانت ديانتهم. اللهم أنت غفور الرحيم، ارحمهم برحمتك واغفر لهم وكفر لهم عن سيئاتهم واغفر لهم ذنوبهم وخطاياهم. اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة، فإنك أنت استغفر الله يا ربي. اللهم ارحمهم برحمتك وارحم أمواتنا. أوقف الفيديو على ما يجي ويخلي الأزهار وننهي الفيديو حتى ما يصير طويل، انتظروني. أعود لكم مرة ثانية أعزائي المشاهدين، أني شوفون هاي كل قبر بي زهرة، يعني هاي أهله قريب حديثا زايرين أهله، يعني هنا هم عندهم زيارة القبور، يجونهم أحفادهم وأبنائهم وأقاربهم، اللي تجيها أختها تزورها واللي يجيها ابنها. هسه شوف هذا راح يحط الأزهار هنا بهذا بالماي، ذن راح يبقى إلى أطول عمر ممكن. هاي شوفون ذولا كلهم عندهم أزهار، ذولا حديثا جايينهم أهلهم زايريهم. هنا هم عندهم زيارة القبور، هم يزورون ولدهم اللي يعني حتى مو بس المسيحيين، من كل الأديان اللي عندهم الطوائف، الملحد والبوذي والكل كل يعني عندهم زيارة القبور واجبة، يعني لازم يزورون. اجينا هاي المدينة احنا وقال ازور قبور امواتي، اصدقاء امه غيرهم ومعارفه اقاربه. اوكي. والى هنا حلقتي لهذا اليوم. احب يقول اردك تاخذ لك صوره ويا الورده وقبر امي، ما اردك تكسر بخاطره. اذا عجبكم الفيديو اشتركوا بالقناه ودوس لايك، فعل علامة الجرس. في أمان الله.